خلينا نرجع تاني لارض الملعب وهنا بالقاسم واللقاء مع الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي. هو اسعد واحد النهارده بالفوز ده اكيد اكيد طبعا. مدير النشاط الرياضي هو المسؤول عن كل الالعاب. اتفضل يا حاج. من جديد برحب بيك يا كابتن هيثم وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ولسه مستمرين اكيد مع لقاءات نجوم النادي الاهلي. ومعي بقى في هذه اللحظات طبعا كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. الف مبروك الفوز النهارده، اكيد كلنا كنا على اعصابنا الحقيقه، لكن رجال كره الطايره كانوا على قدر كبير من المسؤوليه كالعاده وفرحوا اكيد كل الجماهير الاهلاويه. الحمد لله والشكر لله والفضل ونعمه من عند ربنا كبيره بجد. انا يعني في اسعد لحظات حياتي. دوري مهم جدا بالنسبه للنادي الاهلي. مجلس اداره تعب واحنا تعبنا وهم تعبوا، كلنا تعبنا، المنظومه كلها اشتغلت عشان فريق الطايره او فرقه من فرق النادي تكسب. فريق كره الطايره كان حاجه مهمه جدا، بشكرهم جدا على الاداء، بشكرهم على الروح، وبشكر المدير الفني والاستاف كامل عشان ما انساش حد فيهم. لكن بقول فعلا كانوا رجاله على قدر المسؤوليه وهم لسه عارفين عندهم مسؤوليات تانية مهمه جدا. هو ده قدرنا في النادي وده قدرنا في النادي الاهلي. احنا عندنا خلصنا بطوله، وبعد ما خلصنا داخلين هم كمان 10 بطولات افريقيا وكاس لسه ان شاء الله باذن الله. احنا محتاجين منهم الكتير، محتاجين اسعاد الجمهور، الجمهور محتاج منهم الكتير، وان شاء الله باذن الله هيكملوا على هذا المستوى. بس بقول لهم افرحوا بجد رجاله في الملعب، بس ان شاء الله من بكره هنبتدي نفكر في بطوله جديده باذن الله. يعني الحقيقه شايفين تناغم كبير جدا بين الفريق، يمكن حتى المنضمين حديثا لا دخلوا بسهوله جدا في الفريق وفي روح واداء النادي الاهلي. حضرتك شايف ازاي ده، خصوصا اكيد النادي الاهلي بيكون دايما حاطط سيستم لكل المنضمين ليه؟ بص، السيستم اتحط مع مجلس الاداره ان احنا نقرر نجيب مدير فني اجنبي. كنت اتكلمت مع مجلس الاداره وهو مشكورا بقياده كابتن محمود الخطيب، يعني وافق على ده، على فكره المدير الفني الاجنبي. بنغير سيستم، اول مره فريق الطايره اعتقد بياخد مدير فني اجنبي، بنغير السيستم بتاعه. عايزين بس نغير السيستم مش اكتر من كده يعني. فجبنا مدير فني، قعدنا بحثنا سيفيهات كتيره جدا وفعلا وافقنا عليه، ادينا له فاسيلتيز كبيره جدا، كل اللي طلبه تقريبا ما تاخرناش عليه في حاجه كنادي اهلي. كل طلباته بتجاب والحمد لله الحمد لله، وده صبر تعب الناس كلها. هي منظومه، ده دايما النادي الاهلي بيقولوا عليه منظومه متكامله، كل واحد بيشتغل دوره فبيؤدي للنجاح. ده اهم حاجه عندنا، وده الحاجه الكويسه اللي دايما النادي الاهلي بيتميز بيها، ان دايما المنظومه لما كلها بتشتغل بقولك بتوصل للنجاح. ده نجاح، ده نتيجه منظومه نادي اهلي. وبنقول لهم لسه عندكم كتير، وبقول لهم الف مليون مبروك، ويعني اتمنى لهم التوفيق في المرحله الجايه كمان. يعني لسه قدامهم، لسه بدايه كويسه ان شاء الله باذن الله. طول عمرهم ماسترز، طول عمرهم كبار، وطول عمرهم كبار اللعبه في مصر وافريقيا. بقول لهم لا بجد حقكم تفرحوا وحقكم تتبسطوا، بس لسه عندنا تارجت تاني مهم. يعني في النهايه بقى عايزين رساله لجماهير النادي الاهلي، لان طبعا اصبحوا مهتمين بشكل كبير جدا بالالعاب الاخرى وبنشوفهم بيتابعوا كل المباريات تقريبا، فايه الرساله اللي تحب تقولها لهم؟ هقول لهم كلمه واحده، لو سمحتم انتوا، انا عارف ان انتوا بتسبورتوا الفرق وبتسبورتوا اللعيبه، مش خساره ماتش لاي فرقه في النادي معناها اللي احنا بنهد المعبد على دماغ لعيبتنا ولا الاستاف ولا. احنا لازم نتعود، عندنا ثقافة مهمة جدا، فرقنا بتعمل اللي عليها، وبنقول لهم معلش وهارد لك، وهم جايين في السكة. أي فرقة بتخسر مش معناها إن هي وحشة، لكن الناس ممكن يكون داي أوف بالنسبة لهم، ممكن يكون أي حاجة. بقول لهم لو سمحتوا خلينا سبورت الفكرة مع كل لاعبتنا، لاعبتنا دول بالآخر هم اللي بيفرحونا كلنا. فلو سمحتوا بقول لهم أنتوا السند الأول الأساسي لكل البطولات، فخليكوا دايما السند لغاية ما نخلص الموسم عشان نعرف نقيم أمورنا بإذن الله. شكرا، بشكر حضرتك جدا، ألف مبروك مرة تانية. مبروك، الله يبارك فيك، شكرا جدا.